مساء الفل اهلا وسهلا بيكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجنا وبرنامجكم شباك حارتنا بفكركم بسؤال الحلقه اللي طرحته على صفحه برنامج شباك حارتنا وهو ما هي توقعاتك عن تصريحات وزير التربيه والتعليم الدكتور طارق شوقي يوم 14 فبراير القادم مستنيه ارائكم وتعليقاتكم علشان هنناقشها ان شاء الله في اخر الحلقه نيجي لموضوعنا النهارده حلقتنا النهارده مليانه طاقه وطموح وافكار وشباب عايز يوصل الحقيقه في الفتره الاخيره مع توسع استخداماتنا لمواقع التواصل الاجتماعي بدا يظهر على الساحه ما يسمى براديو الانترنت او راديو الاونلاين ولكن اسماء قليله بس اللي قدرت تثبت وجودها معانا النهارده مسؤولي راديو 2 اف ام اللي قدر اسمهم يلمع في فتره قصيره جدا وده بفضل مجهود القائمين عليهم وجمهورهم تعالوا نرحب بمدير الكيان الاول الاستاذ بيك. محمد فرج رئيس مجلس اداره راديو 2 ومدرب ومخرج اذاعي ورئيس لينك ميديا اكاديمي اهلا بيك يا استاذ اهلا بيك استاذ مروان اهلا معايا الاستاذ احمد رحمه وهو مدرب تعليق صوتي والمدير التنفيذي لراديو 2 أهلاً, اهلا بيك اهلا بيك يا اهلا بيك نورتوني وشرفتوني مبدئيا كده يا محمد انا عارفه ان فكره انشاء الراديو دي فكرتك انت اه بالظبط آه الناس بقى حابه تعرف راديو 2 بتعملوا ايه نشاطاتكم ايه داخل الراديو هو آه احنا الاول راديو اسمه راديو 2 اف ام واكاديميه اسمها لينك ميدي اكاديمي آه موجودين آه يعني بنؤهل الناس او الطلاب او الناس المهتمه بمجال الاعلام آه بنؤهل كوادر اعلاميه انها تدخل سوق العمل سوق العمل ده اللي هو الاذاعي والتلفزيوني والصحافه والحاجات دي كلها، تمام؟ م. فاحنا بندي دورات اعلاميه علشان نؤهلهم ان هم يبقوا موجودين على الساحه، يبقوا يطلعوا على شاشات التلفزيون، يطلعوا في الريديوهات اللي موجوده وهكذا. كمان بن يعني في بنقدم برامج معينه برامج اذاعيه طبعا يعني اكترها بنسبه 90% من ضمن الحاجات اللي بنعملها واللي مؤخرا بدانا نعملها لان لقينا ناس كتير قوي محتاجاها هي مشاريع التخرج كمان بتاع طلبه اعلام يعني تمام. طلاب اعلام احيانا ما بيبقاش عندهم الخبره الكافيه ان هم يقدموا حاجه زي دي او ان هم يعملوا بروجكت من الالف للياء فكمان بنساعدهم سواء بالتولز سواء بالخبره سواء بالمكان اللي عندنا في المقر عندنا المقر في الدقي بالحاجات دي كلها وبنساعدهم ان احنا نعمل لهم مشروع التخرج فدي كانت برضو من ضمن الميشنز او الحاجات اللي احنا بنقدمها في الراديو والاكاديميه تمام حلو قوي قولي يا احمد ايه المميز عندكم عن غيركم من الراديوهات؟ آه، مبدئيا هو السؤال ده حلو جدا ومهم قوي لسبب ان احنا الكيان عندنا او الراديو اصلا عموما مش مجرد مكان آه المتدربين او اي حد بيجي ياخد فيه كورس او او يحضر فيه دوره او الكلام ده وبس، م. لا احنا بنهتم اصلا باي حد بيحضر معانا ان هو ناهله لسوق العمل، ناهله ان هو يقدر يشتغل، طب ده بيبقى... طريق. اه طب ده بيبقى عن طريق ايه؟ م. عن طريق ان اي حد بعد ما بيخلص الكورس او الدوره اللي بداها معانا بيكون في حاجه اسمها كارنيه عضويه. <applause> الكرندا ده بيبقى كرنيه لمدة سنة كاملة بعد ما بيخلص معانا طب بيعمل فيها إيه السنة دي؟ بتبقى زي سنة تدريبية وبنأهله إن هو يقدر يعمل شغل أكتر لنفسه ويكتسب خبرة أكتر طب بيعمل إيه برضو في السنة عن طريق إيه؟ بيكون في عندنا أربع حاجات في موجودة في العضوية دي أول حاجة إن بيكون عندنا على مدار السنة بيكون في تيست صوت بيتم عندنا بشكل مستمر البرامج بقى لايف وبرامج مسجله فان هو وانس ان هو يقدر يدخل ويجتاز الخبره دي ويجتاز رهبه المايك فدي اول حاجه بنساعده بيها على مدار السنه طب الحاجه التانية ان احنا في اوبشنز جديد بقى اضافي عندنا في الراديو ان بقى في عندنا ايام معينه في الاسبوع ان المتدرب بيقدر يجي الاستوديو ويبدا يسجل عينات صوتيه بصوته سواء عينه تجريبيه او سواء حاجات من اللي هو خدها في في الكورس او الدبلومه نفسها بتساعده ان هو يبدا يطور نفسه اكتر في الجزء ده واحنا كراديو بندعمه ان الحاجه دي والشغل ده ينزل على البيج الرسميه عندنا فده طبعا بيساعده بالظبط بيساعده الناس تعرف اسمه اكتر آه الناس تبدا ان هي وهي على شغل فدي حاجه ثانيه برضو في العضويه طيب الحاجه الثالثه بيكون في ان هو عندنا تدريب كل اسبوعين لاعضاء التين ده حاجه مهمه جدا جدا المتابعه فيما بعد الكورس ما هو أهم حاجة فكرة المتابعة في أي شيء أكيد. فالمتابعة نفسها إن في تدريب عندنا كل أسبوعين لأعضاء التيم بيتم بقى بنتمرن بقى على حاجة جديدة حاجة مختلفة آه بيكون برضو في كل أسبوعين مسابقة بنعملها برضو المتدربين فدي العضوية اللي المتدرب بيستفاد بيها على أرض الواقع بعد ما بيخلص الجزء اللي هو المحتوى نفسه بتاع الكورس يعني فده آه المهم والمميز عندنا يعني حلو جدا. طب في اعتقاد عند البعض ان الاعلامي لازم يكون خريج اعلام. رأيك ايه في الكلام ده؟ هو انا عملت فيديوز عن ده لان فعلا الاسئلة من الانواع دي كترت قوي. هو انا لازم اكون خريج اعلام؟ طب هو انا صوتي تون صوتي ينفع اصلا ان انا ادخل اعلام؟ <applause> ولا لا؟ طب لو انا في الاعلام او بره برضه تون صوتي ينفع او لا؟ فالسؤال ده فعلا اتسال كتير ولكن يعني مثلا لو قلنا مين افضل مذيع راديو في 2000 او مذيع راديو في 2019 هنلاقيه حد خريج هندسه يعني هو اسم من الموجودين على م. الساحه وخريج هندسه ملوش علاقه م. فهو انت مش لازم تكون خريج اعلام علشان تنجح في المجال الاعلامي وده مش في المجال الاعلامي بس هو تقريبا في معظم المجالات كده وبالاخص المجال الاعلامي هو مجال زي اي مجال انت بتبداه من الصفر القصه كلها في مين اللي هيساعدك من البدايه ويؤهلك ان انت تبقى جاهز ان انت لو رحت مكان اكس من الاماكن تبقى متفوق فهو الإجابة هي مش لازم يكون خارج إعلام بالعكس، هو مهم إن هو يكون حابب المجال، مهم إن هو يكون مش مركز على الفلوس برضو يعني أنا بقولها قدام الناس، لو أنت مركز على الفلوس في البداية في المجال الإعلامي الموضوع هيبقى مختلف شوية، لأ أنت ممكن تعمل ويبقى هو الكارير بتاعك الأصلي حتى لو أنت مش خارج إعلام ولكن تدي للمجال ده، يعني إديه وهو هيقدر كمان يساعدك. بس هو مش لازم يكون خارج اعلام خالص يعني, يعني. سؤال كده بيني وبينك يعني <applause> هدفكم <opposite ؟mumbles>. uh, برضو ربحي ولا انتوا بتحتووا برضو المواهب الـ 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 الشباب اللي عايزين يحطوا رجليهم على يعني الطريق يعني الهدف من euh, من الراديو بتاعكم يعني. لو لو قلت لك ان هو مش ربحي ابقى بكذب عليكي لان المحرك الرئيسي هو الفلوس او المحرك اللي بيخلينا نعمل الحاجات اللي بنحبها هي الفلوس فهو في جزء منه ربحي طبعا في جزء منه مادي ده جزء موجود ولكن لو الكل او يعني تفكيرنا او النقطه الوحيده هي الفلوس حاجه من الاثنين يا اما انت مش هتطلع مش هتظهر مش هتبقى قوي مم. يا اما هتبقى قوي في فتره وخلاص وتقع او تنزل مم. او ما تبقاش متشاف فلو انت طول ما انت تفكيرك فلوس عشان هي المحرك الرئيسي مم. وكمان تفكيرك ان انت تاخد الناس دي الناس دي لما تطلع انت تشتغل في محطات اذاعيه او قنوات فضائيه حلو آه وتبقى خلاص مؤهله ان هي تشتغل وبالفعل تشتغل ما هو ده هيعود علينا بالحاجه الكويسه. أحيطة. هو ايه اللي يخلينا ناخد لما سنه كامله. لما راديو اتنين هم مخرجين بالزبط. مثلا فلانه اشتغلت في المكان ايه اللي يخلينا سنه كامله مم. نفضل كل اسبوعين ندربك فور فري مجانا بعد ما, ما بتخلص الدوره؟ مم. هو ده ما بناخدش منه فلوس. ايه اللي يخلينا كل اسبوع تيجي الراديو عندنا يعني الراديوهات للساعة فيها بتتراوح ما بين 250 ل 500 جنيه في الساعة. ايه اللي يخلينا ان احنا فور فري ليك مره في الاسبوع على مدار السنة كلها تيجي تتدرب اذاعه تعليق صوتي دوبلاج صحافه اي حاجه. مم. وتيجي تسجل ده بكواليتي كويسة وبتاخدها وكمان المهندسة الصوتية بتعمل لك المكساج على على المقطع ده وبتاخده وتنزله فالحاجات دي كلها ما بناخدش منها فلوس ولكن احنا بنبني اسم اكتر من من حتة زي دي وبعد كده الفلوس كده كده هتيجي بقى ان شاء الله يعني لما بنركز اكتر على حاجة زي دي اكيد يعني الفلوس بقى بتيجي واحدة واحدة بقى طب قول لي يا احمد انتوا ايه خطتكم في 2021 حاطين خطة ثابتة؟ هو هو احنا على طول في عندنا في الريديو او عموما في الكيان عندنا على طول بنركزين ان احنا لازم يبقى في تطور عندنا ولو لاحظت في كلامي هتلاقيني مثلا بقول ان في اوبشنز جديد ده اوبشنز ضفناه مش بنبقى واقفين على حاجه ستاندر وواقفين عند مكان لا احنا عايزين فعلا نعلى واسم الراديو يبقى معروف على مستوى مثلا مصر وبعد كده الشرق الاوسط ويبقى في في كل مكان فده اللي احنا بنسعى ليه فمن الحاجات اللي احنا في ان شاء الله في 21 عايزين نعملها ان بدل ما في مقر بس رئيسي بتاعنا اللي هو الدقي لا يبقى في مقر مثلا في في جميع المحافظات يبقى يعني مثلا في 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 الشرقيه وفي في المنصوره وفي في الغربيه نعمل اكتر من بلان واكتر من خطه علشان نبدا نتوسع اكتر واكتر ونبدا نزود اوبشنز جديده يعني ان احنا بنحاول على قد ما نقدر بيبقى برضو لو لاحظتي ان في تعاقدات بيبقى برضه مع آه مذيعين مع ناس مشهوره جدا في المجال والكلام ده كله ان احنا نبدا نتعاقد مع آه ناس آه يعني سوبر ستار يعني ان شاء الله باذن الله وان إيه. ده طبعا بيدي قوه جدا للمكان آه الحاجه الثانيه ان نتوسع برضه في فكره التدريب عن بعد التدريب عن بعد ان هو يبقى مبدا ثابت نحاول نغير الفكر ده عند معظم ناس كتير جدا في ناس نفسها تبدا ونفسها تيجي المقر بس صعب عليها ناس من الاسوان ناس من الاقصر الكلام ده كلها فبنحاول ان احنا على قد نقدر نكسر الحاجز ده ونزود اكتر يبقى الموضوع بروفيشنال اكتر في موضوع التعليم عن بعد ده من ضمن يعني الاسباب او ان شاء الله اللي تبقى الخطه اللي احنا شغالين عليها في 21 ان شاء الله يعني يوفقكم يا رب باذن الله طيب احنا هنطلع الفاصل ده ونرجع على طول عشان نستكمل حلقتنا استنوني بص يا هاتني بس ايه هات لي كده ايه الكاميرا يمين شويه شويه اه عليا ايوه بالظبط كده فل كده طيب انا جاي اكلمكم النهارده عن موضوع يعني انا شايف ان هو ايه زاد عن حده قوي انا مش عارف هو صح ولا غلط والناس مش عارفه صح ولا غلط حلو بس تعالوا الاول بس اما نسمع كده وبعدين نتكلم في الموضوع كارم محمود بيغني وهي بتقول له ايه يا اسطى لحد الصبحيه فهنا كانت بتنادي على الوسطى وتقول له يا اسطى يعني بتقول له يا اسطى آه سواء حنطور مثلا سواء عربيه فبتقول له يا اسطى عادي انما كلمه يا اسطى اللي احنا بنقولها كل شويه والناس بدات تقولها كتير دي انا مش مراتي في البيت بتقول لي يا اسطى <applause> مش عارف <applause> مش عارف ده صح ولا غلط وهي تحس انها عيب فجاه كده بقت الكلمه عيب انت بتقولي ايه يا عم فكل حاجه يا اسطى معلش بس هات لي الحاجه اه يا اسطى وتلاقي ايه اول ما يشوف مثلا في الشغل يعني هو بره مع اصحابه يا اسطى اه يا اسطى نخرج على القهوه النهارده يا اسطى كميه يا اسطى كميه يا اسطى رهيبه رهيبه اول ما تلاقيه مثلا بيروح الشغل لا اوعى هو... لي ما تقوليش يا اسطى كده قدام الناس طب ما نيجي الاول بس نشوف يا اسطى دي صح ولا غلط لما عملت سيرش كده عن كلمه يا اسطى لقيتها هي كلمه فارسيه اصلها اسطى بالصاد اوكي فالكلمة الفارسية دي معناها او كلمة اسطى معناها المعلم او صاحب الحرفة او حاجة زي كده يعني وبعدين الكلمة دي في العهد العثماني بقت في ال... بقت انتشرت قوي 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 يعني في العالم العربي وبقت كلمة كويسة يعني هي بقت حاجة كويسة بقت الناس تحس ان فيها فخر كانوا ساعتها لما انتشرت قوي بقى فيها حاجه فخر ومعلم او صاحب حرفه او حاجه زي كده فبقت فخر يعني تحس فخ... ان هي محمد صلاح في نفسها كده يعني هي مش عيب ولا حاجه <applause> هي الكلمه حلوه يعني انت مثلا اسطى لو انت معلم فانت اسطى لو انت مدرس فانت اسطى لو انت دكتور فانت يعني اسطى في الحاجه بتاعتك فهي حاجه حاجه حلوه حاجه حلوه يا اسطى والله يعني <applause> انا عايز اقولها انا مدرب فمش عارف اقولها علشان الناس ما تفكرش غلط بس فانا طالع اقول النهارده ان هي الكلمه دي حلوه واقولها عادي ده رايي يعني ورجعنا لكم بعد الفاصل. آه كلنا طبعا شفنا الفيديو اللي اتعرض في الفاصل. آه انا لفت نظري يا محمد ان انتم آه يعني بعد ما بتخلصوا شغل تقريبا كده بتقعدوا تهزروا بقى وتتكلموا عن الافيهات والقفشات. آه قول لي مجال الراديو او المجال الاذاعي اثر على حياتكم الشخصيه ازاي؟ لا ده اثر كتير <تصفيق> يعني <تصفيق> خلينا نفك <applause> ايدينا شويه. طب بسوأ. كل واحد بقى يقول لي موقف كده <applause> آه يعني اثر عليه حياته بشكل كوميدي. تمام آه لا هو هو بيأثر كتير هو عموما بس الأول سريعا كده في فرق ما بين المدير وما بين آه الرئيس أو ما بين الواحد اللي فاهم إدارة مم. الإدارة هو إن أنت بتشتغل شغل شغل وكمان خلاص أنت المفروض إيه بتهزر وتضحك فده كان عامل من ضمن العامل اللي نجحتنا كمان فمثلا من ضمن الحاجات الإذاعية أو التعليق الصوتي ودايما بعملها يعني في البيت والناس اللي بره إن أنا أقلد لهم صوت الأي في آر صوت الأي في آر اللي هو للغة العربية اضغط رقم واحد فور انجلش بريس 2 دي اي في ار بنستخدمه مم. كتير فمره واحد صاحبنا يعني اسمه محمود كان عليه شركه كان عليه رصيد كتير قوي 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 لشركه المصريه للاتصالات وكان عليه فلوس كتير فقلنا نعمل معاه موقف يعني كده فاتصلنا على الخط الارضي uh, uh, شركه المصريه للاتصالات رحبكم بكم uh, للغه العربيه اضغط رقم واحد فلا تضغط واحد فكمل فور انجلش اضغط اثنين ده الغريب يعني المفروض اقول بريس 2 فقلت اضغط اتنين فقام ضغط اتنين وبدانا بقى نقول له بنفس الطريقه دي كده وهو خلاص قعد ما يفتحش التليفون قفله تقريبا شاله خالص لا لازم <applause> يعني من ضمن الحاجات برضو اللي بنقعد نلعب بيها يعني الاي في ار للناس كلها لا <applause> احنا انضمت لنا بعد الفاصل جهاد عطاء وهي مدربه دوبلاج و تيم ليدر راديو 2 قولي لي يا جهاد انت اشمعنى الدبلاج بالذات اللي اخترتيه يعني ازيك الاول عامله اهلا بيك معلش بعتذر للتاخير الطريق بصي هو عامه الدبلاج بعيدا عن انه حاجه شغلها ممتعه قوي قوي سواء كان بتشتغلي كدبلاجة اصلا او انه بت كانستراكتور مثلا بتعلميه للناس او كده هو حاجه ممتعه جدا بس هو الموضوع جاي من زمان من وانا صغيره كنت بحب انه اقلد لحد ما كبرت وبدات ان انا اعرف ان الموضوع لا فيه اكتر يعني بالسلف والممارسه عرفت ان الموضوع اكتر انه البس الشخصيه اللي قدامي فالموضوع تقلدي لنا كده <applause> على الهواء <ها>. هو يعني <applause> أوه. مره من المرات برضو كنا راكبين ميكروباص كنا رايحين وكنا متعطلين على الشغل مم. فهي كنا بنلعب لعبه يعني وهي خسرت يعني برضو بمناسبه التقليد بما اني ف... انا اللي باخرهم دايما يعني <applause> فقلنا لها بصي يا جهاد انت هتقولي للسواق ان احنا هننزل على جنب وباقي 5 جنيه بالدبلاج مم. فخليها بقى تعملها ده كان بصوت الفرخه اسمعها من ايه المشكله خليها نسمع كده يا اسطى يا اسطى با يا لا في عين في الاخر بتاع <applause> <applause> الفكره اصلا ان احنا بدانا نعمل الموضوع ده يعني كان في برضو واحد زميلنا كان عنده كلب فانا يعني بقيت بعرف اقلد اصوات الحيوانات اصلا فاحنا جنننا في اليوم ده الكلب بتاعه يعني احنا مشينا الكلب حوالين نفسه يعني إيه عايزه اقول لكم انتم نورتوني وشرفتوني وانا سعيده جدا احنا اكتر بجد نحن معاك إيه ولينا ان شاء الله لقاءات تانية متكرره ان شاء الله باذن الله وكده اعزائي اه على فكره في كود المفروض انه يظهر على الشاشه اللي هيعرف الكود هيبعت هو لي, لي رسائل البيج بالظبط على رسائل الصفحه هياخد ايه المميزات آه بقى اللي هياخدها المميزات ان هو ليه خصم 10% اضافي مم. على الكورسات او الدورات بلاص بلس ان هو ليه نص ساعه في خلال الاسبوع الجاي ده كله في الاستوديو فور فري يقدر يجي يسجل فيها دي حاجه يعني ال 10% خصم حتى لو كان في خصم يعني هياخد خصم هو اصلا في اوريدي خصم على الكورس اه بالظبط هيبقى في خصم الكود اضافي هو اه الكود هو 171095 تمام يا ريت المشاهدين كلهم يكونوا شافوا الكود ده علشان يتمتعوا بالخصم ده وبكده اعزائي المشاهدين نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده اللي ما شافش الحلقه يقدر ان شاء الله يشوفها في الاعاده الساعه 3 صباحا استنى ارائكم وتعليقاتكم على الحلقه على صفحتي على الفيسبوك وعلى صفحه برنامج شباك حارتنا انتظروني الاربع الجاي في نفس الميعاد وضيف جديد وشباك حارتنا السلام عليكم